صحيتكم وكل عام وانتم بخير. من عند بشرى عقبي ان شاء الله كل عام يجي ويجيب معه تحقيق الامنياتكم ان شاء الله، وينسيكم في جروحكم ويلقاكم بصحيحتكم ان شاء الله، وتكونوا ملمومين مع ناسكم وحبابكم. حاعدكم لكل أمة الإسلامية والأمة الجزائرية خاصة، نقول لكل مريض إن شاء الله ربي شافيه، لكل واحد في السجن ربي يطلق سراحه، ندعو لأخواننا في غزة إن شاء الله يا ربي يفرج عليهم ويتعيدوا بصحة، ولهنا ينعاد عليكم بالبركة إن شاء الله. معكم الشاف مريم بن عمود، نقول لكم صحة عيدكم إن شاء الله، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم سالمين، وكل عام إن شاء الله يا ربي العام الجاي يكونوا أهل غزة بخير ويعيدوا معنا إن شاء الله يا ربي. نتمنى لهم إن شاء الله ربي ينصرهم، وتحية لكامل الشعب الجزائري والأمة المسلمة خصوصا. معنا صحراوي، نحب نقول لكم صحة عيدكم وإن شاء الله تكونوا جوزتوا رمضان بالخير والهنا. معكم نور، صحة عيدكم، كل عام انتم بخير في حياتكم وحياة الناس العزيز على قلوبكم، صحة عيد كامل الشعب الجزائري وكامل الأمة الإسلامية، يا ربي إن شاء الله يخلي يدوم فرحنا ويدوم محبتنا، وهذه هي. سلام. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، توحشكم كلكم بمناسبة عيد العيد، ربي يكون معكم إن شاء الله، صحة عيدكم إن شاء الله، الحاجة كاع اللي راكم تمنينها ربي يحققها لكم، صحة عيد شعب الفلسطيني، ربي ينصركم إن شاء الله، ونحبكم لكم معكم ظلمة مظلومة، تحبوا نجي حفيانا لعندكم نجي، حلونا الحدود يا أخوان، إن شاء الله ربي يطولك في عمرك، لك تكمل، ربي يطولك في عمرك. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم حياة عولة، نقول لكم صحة عيدكم، صحة عيد كل الأمة الإسلامية، كل الجزائريين أينما كانوا في العالم، لحبوب العام الجاي إن شاء الله، وتهلاو بي بزاف يروحكم، باي. عيد سعيد لكامل الجزائريين وللأمة العربية والمسلمة، وإن شاء الله يا ربي يكون مع إخواننا في غزة، وربي ينصرهم النصر الكبير إن شاء الله يا رب.